ومتواصلين بهذه الانطلاقة وهذا الشوط الخامس عشر والمخصص لإنتاج قطر. نتابع وإياكم في هذا الاندفاع جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك أب للفائز بالمركز الأول. نتابع اندفاعة هذا الشوط ونتابع هذه الأسماء المنطلقة. نشاهد أول المنطلقين والمندفعين شاهين لسعيد بن محمد بن حمد بن طفلة المري على المركز الأول مع شاهين اللي في مقدمة الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني المركز الثاني في هذا الاندفاع الفائز لحمد بن علي آل حديد المري على المركز الثاني منطلقا في هذه اللحظات. هنا حاتم لعبد الله بهذا الانطلاق والاندفاع نشاهده مع هذا الاندفاع. برق لعبد المحسن بن محمد بن مبارك بن جهويل اللي على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع القدوم مع المركز الثالث. نشاهد القدوم من مديون لبطي بن سيف بن دايل الجفالي النعيمي، كما نهني راعي صوغه. هنا شبيب بن ناصر النعيمي من انتزع الشوط ايضا الماضي شوط انتاج قطر. هذه الأربع الأشواط القادمة هي إنتاج قطر. نتابع هنا المركز الثالث. المركز الرابع نتابع هنا الوصول من المهندس أو هنا القادم اللي على المركز اللي هو المهندس لحمد بن عبد الله بن راشد بن قرح. هنا شعار مخوف قادم، بينما المركز الخامس نتابع القدوم من مياس جابر بن سالم بن جبران المري. يا سلام مع هذا الشوط والخمس المراكز الأولى، ولا لكن العودة الى بن طفلة هنا في هذه اللحظات مع هذا الاندفاع. يا سلام يا صوغه وسلالة الحصان بعير شبيب الرمزاني، يا سلام هنا مع هذا الاندفاع. وهي من اخذت الشوط الماضي وفازت بالشوط اللي انقضى قبل لحظات، انتصفت المسافة. وشاهين بن طفلة على المركز الاول على المقدمة، سعيد بن محمد بن حمد بن طفلة المري مع المركز الاول مع المقدمة مع شاهين اللي على المركز الاول. المركز الثاني نتابع هنا القدوم من برق لعبد المحسن بن محمد بن مبارك الجهويل على المركز الثاني. منطلق هنا برق بهذا الاداء المتميز مع الاندفاع. نشاهد هذا الانطلاق، شوفوا المركز الثالث، شوفوا القدوم، شوفوا الوصول مع اللي قادم. يا سلام هناك نتابع شعار بن جبران مع مياس جابر بن سالم بن جبران المري مع المركز الثالث. المركز الرابع المهندس حمد بن عبد الله بن راشد هنا الزعبي قادم في هذه اللحظات. المركز الخامس نتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات من اللي وصل. يا سلام يا سلام نتابع اللي قادم. هناك مزاحم فرام بن عتيق بن قريع المري قادم، ولكن نعود الى الصدارة إلى المقدمة. نتابع المقدمة والصدارة مع شاهين هنا مندفع هنا أيضا في هذا الانطلاق، ولكن المركز الأول شاهين سعيد بن محمد بن حمد بن طفلة المري. هناك المركز الثاني اللي هو الفائز حمد بن علي بن حديد المري مع المركز الثاني الفائز. يا سلام يا سلام الكيلو المتر الأخير، ولكن شاهين من له عوايد. شاهين في مهرجان الأمير الوالد عنده نقطة مع شعار بن طفلة. يا سلام عاد من عوايده، يقوم راس وينتهي راس، ولكن الفايز قادم مع المركز الثاني. ولكن شوفوا بمهيرة قادم مع مغوار لمحمد بن طحنون بن جابر. بمهيرة قادم مع المركز الثالث. يا سلام الأمتار الأخيرة، شاهدوا وتابعوا. ولكن شاهين على المركز الأول، شاهين بن طفلة عنده نقطة في مهرجان الأمير الوالد، وها هو يحافظ على النقطة في هذا الختام. وسلالة شاهين بالصفوة. الله يا ابو
بن طفلة، سعيد بن طفلة أحد عمالقة التضمير يقدم لنا شاهين. يا السلام يا شاهين، شاهين على المركز الأول، 200 متر الأخيرة مع شاهين ومع بن طفلة والتيوتا اللاند كروزر البيك أب. تهانينا تهانينا على هذا الفوز يا بن طفلة، سلام والتحية والاحترام لبن طفلة. تهانينا لمحمد بن سعيد بن طفلة أيضا على هذا الناموس، على هذا الفوز والانتصار مع شاهين. شاهين شاهين، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل مغوار لمحمد بن طحنون بن جابر بمهيرة. المركز الثالث، المركز الثالث يبدو لي هنا في هذه اللحظات اللي وصلنا عند الامتار الأخيرة، يبدو لي ان مدماك لطالب بن صالح بن عقيل. المركز الرابع، المركز الرابع الفائز لحمد بن علي الحديد. المركز الخامس، المركز الخامس وصل مياس لجابر بن سالم بن جبران المري. الله يا هذا الشوط، شاهين يعيد الانجاز تلو الانجاز. تهانينا يا بن طفله، تهانينا لسعيد بن طفله على هذا الناموس. شاهدوا شاهين اللي انتزع الناموس وسلاله شاهين بالصفوه. سلام يا شاجع، يستاهل الفوز شاجع بن حمد، يستاهل الناموس. شاهدوا وتابعوا هذا الفوز والامتار الاخيره، الامتار الاخيره 6 دقائق هنا نتابع، 5 ثواني 48 جزء من الثانية. تهانينا لمالك سعيد بن حمد بن محمد بن طفلة المري، تهانينا للوالد سعيد بن طفلة على هذا الناموس. المركز الثاني وصل مغوار، توقيت 6 دقائق 8 ثواني و32 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن طحنون بن جابر بن مهيرة. المركز الثالث، المركز الثاني وسلالة الفارس هنا يصل مع المركز الثاني مع شعار بن مهيرة مع مغوار مع محمد بن طحنون بن جابر بن مهيرة. المركز الثالث، المركز الثالث وصلنا اللي هو مدماك 6 دقائق 8 ثواني 46 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لطالب بن صالح بن طالب بن عقيل، وتهنئة أيضا لتهنئة لي